عم الواحد بيقول مبروك بالأول، شو طلعوا بلا ذوق؟ العمى كل فرحتي روحوا لي إياها، أنا بحياتي ما شفت هيك عالم. ماما ناديتي لي شي؟ لا قديمة ما ناديت لك. آه حبيبتي، لك شو عم تساوي؟ ولا شي، قلت برتب الغرفة شوي. أنا جاية ومعصبة كتير. شو الموضوع؟ هي رفيف ونيرمين، هدول التنتين خالص عقلهم طاير على الآخر. شوفي، لما طلعنا من بيتها لأمل وقفنا برا وقلت لهم في إلكن عندي خبر ورح تفرحوا كتير إذا سمعتوه، مسكوا حالكم. قلت لهم رح نتجوز أنا وغسان. قام هيك إمتى؟ كيف؟ ليش؟ ووقفت لي كل وحدة هيك حامل إيش انتقيتها مثل الأكابر على أساس، وبلشوا أسئلة شو بده يصير بسوزان، وسوزان رح تموت إذا عرفت، وسوزان مدري شو. طلعوا خايفين على مشاعرها ومو سائلين عني. يا لطيف شو انقهرت وتضايقت منهم كتير. بس ماما اسمعي، مو هي سوزان فاتت بيني وبين غسان وفرقتنا؟ فاتت. طيب ليش ما عملوا معها نفس الشي وبقيوا ساكتين وجمدوا بأرضهم وما همون؟ مو معقول شو متضايقة منهم، جاي على بالي اضرب راسهم هن التنتين ببعضهم. أمي لا تضايقي حالك، بقراركم فاجأتوا الكل، لهيك كانت ردة فعلهم بهالطريقة. طيب شو رأيك بنتي بلا ما نعمل عرس؟ فكري معي شوي، رح يقولوا سوزان والله حرام ويفكروني عم جاكرة، يمكن يزعجوني بكلامهم وأنا مو حابة عصب بعرسي بنوب. ماما معقول هالحكي؟ انت بيطلع لك تعملي شو ما بدك، ما حدا بيحق له يتدخل. شي اكيد بدي ساوي اللي بدي اياه طبعا. شوفي، مع الوقت خالته رفيف وخالته نيرمين بيتعودوا على الوضع وبيعرفوا انه الحق معك وكل شي بيصير مثل ما بدك. هذا اللي رح يصير. ايه بس روحوا لي كل فرحتي، انا كنت جاي اخذ جزداني نسيته، ليكي ما خلوا فيني عقل، بدي روح على السوبر ماركت جيب غراض. بس مو ناقصنا شي. لا الغراض لامل، يعني الله يعينها كانت ضحيته ليوسف، اخذنا على الغابه وهي خنقه، يعني اللي صار فيها مو قليل. لو شفتيها كانت هيك عاملة مثل الخشبة مربطة. خليني روح، هدول نسوني حالي. روقي أمي ما أغلظون. ها غسان؟ رحت جبت الغراض؟ ايه جبت كل شيء. ما لحقت. غسان انت حكيت مع سوزان ولا لا؟ ايه خلاص حكيتها. شو عملت؟ كانت زعلانة وبكيت ولا كانت متماسكة وقوية؟ لا 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 كانت هادية كتير، قالت انه هي كانت حاسه انه ما رح تستمر علاقتنا. اوف الحمد لله يا ربي هلا ارتحت. طيب ما قالت لك مبروك او هيك شيء؟ نعم لا ما باركت لي. لا انا بصراحه ما خبرتها، بس قلت لها بدنا نفترق عن بعض مو اكثر. ما خبرتها انه بدنا نتجوز؟ هي تركتها عليكي، انت خبريها بالقصه. وشو المناسبه لخبرها انا؟ هلا اذا اجت منك بيكون احسن لانه انتوا رفقات. ليك ما بدي اعصب لانه مو حابه يخرب شيء بيناتنا. غسان أنا ما بدي تزعل مني بنوب، أنا يلي لبست الخاتم ولا حضرتك؟ أنا يلي كنت بعلاقة معه ولا أنت؟ أنت رجال ومسؤوليتك تخبرها بالقصة. بدك يعني أنا روح وقلها والله رح نتجوز؟ ها مستحيل، أنت اللي لازم تتصرف، لاقي طريقة وخبرها. بتحاكيها على الموبايل، بتشوفها شخصي، روح وقلها لا تضيع وقت أبدا. أنا مستحيل إلا شو ما صار بده يزعجني بلا سبب. والله شي غريب، هو اللي لازم يحكي، ليش أنا؟ ما دخلني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.